أخبار العالم بوجيز من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى اليوم الاثنين برفقة الوزير الأول السلوفيني روبرت غلوب الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر محادثات موسعة شملت وفدي البلدين. أن تم التوقيع على عقد بين شركة سوناطراك الجزائرية وشركة جيوبلان لتوريد الغاز الطبيعي، إضافة إلى اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة قصيرة المدى لحاملي الجوازات الدبلوماسية، مع التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التحول الرقمي السلوفينية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي تصريحات أدلى بها عقب استقباله بمقر الرئاسة الجزائرية، أعلن الوزير الأول السلوفيني روبرت غلوب عن فتح سفارة بلاده في الجزائر، معرباً عن أمله في تدشين سفارة للجزائر في ليوبليان الخريف المقبل. وبخصوص القضية الصحراوية، جدد الوزير الأول السلوفيني موقف بلاده الداعم لحق الشعب الصحراوي لتقرير مصيره وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية. توالت ردود الفعل الدولية اليوم الاثنين عقب مجزرة رفح التي ارتكبها طيران الاحتلال الصهيوني ليلة الأحد إلى الاثنين في مخيم للنازحين جنوبي قطاع غزة، خلفت 45 شهيداً و249 مصاباً. وأدانت دول عربية المجزرة بوصفها بالمتعمدة، معتبرة قصف مخيمات النازحين في رفح انتهاكاً جديداً وصارخاً للقانون الدولي الإنساني. ومن جانبها اعتبرت الدول الأوروبية الهجوم بالهمجي وغير المبرر على المدنيين الفلسطينيين في غزة، واتهمت الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس الاحتلال الصهيوني بارتكاب مجزرة في حق النازحين، معتبرتان ذلك تحديا لجميع قرارات الشرعية الدولية، داعيتان مجلس الأمن إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية. معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام يتقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني من خلال تأييدها المتطرف ودعمها غير المشروط لها. نهاية وجيز، إلى اللقاء.